السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. في هذا الفيديو نتكلم شوية على السحب تيك توك في الجزائر وكيفاش نحولهم سي سي بي أو باردي موب. طريقة سهلة جدا باش تقدر تحولهم سي سي بي أو باردي موب، لازم تكون عندك بطاقة وايز، وكذلك لازم تكون عندك حساب باي بال، وهذا الباي بال لازم يكون مفعل بالبطاقة بايسيرا ولا وايز باش يكون مفاعل كلي باش تقدر تسحب الارباح نتاع تيك توك تاع بيطا ولا تيك توك العادي تاع الجزائر. هذه هي حاجه باينه. ايه عدي. وكذلك كما قلنا خاوتي لازم يكون عندك الباي بال مفعل، لازم يكون عندك باي بال مفعل باش تقدر تسحب الارباح، وكذلك باش تقدر تحولهم بريدي موب ولا سي سي بي. وش دير؟ تفتح حساب الباي بال تفعله بالبطاقه وايز، ومن بعد وش دير؟ تفتح منصه باينانس، الاموال الاخرين في التيك توك تحولهم من باي بال، ومن باي بال تحولهم الوايز، ومن وايز تحولهم باينانس، ومن باينانس تحولهم باريدي موب. هذه الطريقه الوحيده باش تقدر تحولهم سي سي بي او باريدي موب. هذه الطريقه. دوك نشوفوا الشروط نتاع تيك توك بيتا باش تربح من الفيديوهات ومن الفيديوهات القصيره رينز، وكذلك من الاعلانات. دوك ندخلوا نشوفوا الشروط. هذا هو تيك توك بيتا. سي بون راني فتحت كونت تيك توك بيتا، ودوك ندير لكم الرابط نتاع كيفاش تفتح حساب بيتا بدون في بي ان. هذا تكون على بالكم. المهم دوك نشوفوا الشروط. ندخلوا او نكليك على ثلاث شلطات، ومن بعد نضغط على ادوات مبدعين، ومن بعد جينا هذه البرنامج ابداع تجريبي. هذا هو باش تعرف تيك توك بيطا ولا والو. هذو هما الشروط. هنا واش يقول لك الشروط على تيك توك بيطا؟ لازم تجيب 10,000 متابعين، ولازم لك تجيب 100,000 مشاهده خلال اخر 30 يوم. هذو هما الشروط نتاع تيك توك بيطا باش تقدر تربح من فيديوهات طويله وفيديوهات تاع رينز، وكذلك من اعلانات. وكل 1000 مشاهدة عندك 1000 دولار، وحساب المدن، حساب كيما نقولوا احنا الجمهور. إذا كان الجمهور تاعك من إسبانيا ولا من فرنسا ولا من إيطاليا، أمريكا، كندا، برازيل، هذو الدول عندهم الأرباح طالعين، فهمتوا؟ هاي هذه الطريقة باش تقدر تسحب الأرباح، وكذلك شروط تاع تيك توك. هذه الطريقة. كيفاش تفتح حساب الباي بال؟ تجدون الرابط اسفل هذا الفيديو، وكذلك تفعيل الباي بال اسفل هذا الفيديو. مهم خاوتي عندكم اي مشكله ولا عندكم اي استفسار تواصلوا معنا، او تجدون روابط مواقع الاجتماع اسفل هذا الفيديو، ولا خلينا التعليق اسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.